أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج من الإمارات وأبرز ما فيها الليلة. المصرف المركزي يحذر من رسائل احتيالية عبر الواتساب. ارتفاع قوي لبورصة دبي للذهب في يونيو الماضي. وتدشين غرفة العبادة لغير المسلمين بمطار أبو ظبي. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله بلقية تهنئة إلى فخامة بيير نكورو نزيزا رئيس جمهورية بوروندي، ذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس بيير نكورو نزيزا. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في دعم الجهود العالمية للحد من آثار التغيير المناخي وتحقيق منظومة متكاملة للاستدامة البيئية. جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس أنطونيو كوتيريس أمين عام الأمم المتحدة الذي يزور الدولة للمشاركة في اجتماع أبو ظبي للمناخ والذي يحضره حوالي 1000 من المسؤولين وصناع القرار والخبراء العالميين لرسم ملامح السياسات والمبادرات وتحديد مسودات القرارات التي ستتناولها أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تعقد خلال شهر سبتمبر المقبل في نيويورك. كما بحث سموه والأمين العام سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها المختلفة خاصة في المجالات الإنسانية والإغاثية والتنموية والبيئية. كما تبادل سموه والأمين العام وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية التعاون وتكثيف الجهود المشتركة في خدمة القضايا ومواجهة التحديات الملحة التي تشهدها مختلف مناطق العالم. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور حاليا البلاد، وتم خلال اللقاء الذي عقد في قصر الإمارات بأبو ظبي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات التنموية والإنسانية. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان حرص الإمارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة. كما تم خلال اللقاء استعراض المواقف ووجهات النظر السياسية تجاه عدد من القضايا المتعددة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي. من جانبه أثنى أنطونيو غوتيريس على التعاون الوثيق بين الإمارات والأمم المتحدة، كما أشاد بالدور المهم الذي تلعبه الإمارات في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية. كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إنيلي سوبواجا رئيس وزراء جزر توفالو. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبو ظبي استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات وجزر توفالو وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات عدة منها الاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان
خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع جزر توفالو ودول جزر الباسيفيك التي تشهد تطورا ملحوظا. من جانبه أكد رئيس وزراء جزر توفالو حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات، مثمنا الدعم الذي تقدمه الإمارات للمشاريع التنموية في جزر توفالو. استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع في مقر الوزارة بأبوظبي اليوم، استقبل سعادة مسعود حسين سفير كندا لدى الدولة بحضور سعادة مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع وعدد من كبراء ضباط ومسؤولي الوزارة والوفد المرافق للضيف. وقد بحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وكندا وإمكانات تعزيزها في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون والعمل المشترك. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها. بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تم أمس افتتاح وحدة متكاملة لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية في منطقتي الديمة والغجلة بمديرية مرخى السفلى في محافظة شبوة اليمنية، ليستفيد منها أهالي المنطقتين والقرى المجاورة لها. وأكد حميد الشامسي ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الحيوية التي تستهدف الإمارات وقيادتها الرشيدة من ورائها تحسين الأوضاع الإنسانية في اليمن بصورة عامة وتخفيف معاناة السكان ودعم مشاريع البنية التحتية لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، لافتا إلى سعي الإمارات لحل مشكلات نقص المياه وندرتها في مناطق ومناطق محافظة شبوة خاصة. وقعت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية اتفاقية شراكة وتعاون مع دار الدراويش للنشر والترجمة مقرها بلغاريا بهدف دعم حركة النشر بين الإمارات وبلغاريا وترجمة الأدب الإماراتي إلى اللغات العالمية، فضلا عن تنظيم الفعاليات والأسابيع الثقافية في مختلف البلدان العربية والأوروبية. هذا ووقع الاتفاقية في مقر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سعادة خالد الضنحاني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ووفاء سالم المدير التنفيذي لدار الدراويش للنشر والترجمة. وأكد خالد الضنحاني أن الاتفاقية تشكل أحد أهم الأهداف التي تقوم عليها استراتيجية جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية فيما يتعلق بصناعة الكتاب أو الكتاب والنشر، فضلا عن دعم المواهب الأدبية من الكتاب الإماراتيين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تندرج ضمن أهداف الجمعية في تحويل حركة الترجمة إلى عمل مؤسساتي، مما يعزز جهود دولة الإمارات في إثراء حركة الترجمة في العالم العربي. مشاهدينا، ما زلنا مستمرين معكم، ولكن بعد الفاصل نتابع ارتفاع قوي لبورصة دبي للذهب في يونيو الماضي. الإنسان هو أخطر شيء في الحياة. أهلا بكم من جديد. حث مصرف الإمارات المركزي العملاء على التنبه لرسائل احتيالية قد تصلهم عبر تطبيق الواتساب تزعم أنها صادرة عن المصرف المركزي أو من البنوك العاملة في الدولة، وهي رسائل ذات طبيعة احتيالية. ونصح المصرف بتفادي الرد على مثل هذه الرسائل، مشددا على عدم فتح أي رابط مرفق بها لاحتمال الوقوع ضحية لأحد مواقع القرصنة الإلكترونية. المصرف أكد أيضا أنه لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مطلقا لمخاطبة الأفراد أو مؤسسات الأعمال.
مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي يؤكد بأنه لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي مطلقاً لمخاطبة الأفراد أو مؤسسات الأعمال، كما يشدد المصرف على أهمية حماية المعلومات الخاصة بحسابات عملائه المصرفية وبطاقات الائتمان من عمليات الاحتيال والاستخدامات غير المصرح بها. تصدرت الإمارات الدول المصدرة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال عام 2018 بحصة بلغت 73% من الإجمالي بحجم استثمارات بلغت 70.4 مليار دولار أو عفوا درهم، تلتها الكويت بحصة 10.2% ثم السعودية بحصة 10%، وذلك وفقا للتقرير السنوي 34 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2019. التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية تصدره المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان. هذا وقد استحوذت الإمارات على 378 مشروعاً من إجمالي 876 مشروعاً استقطبتها الدول العربية. عام 2018 شهد تركز الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في الإمارات ومصر وسلطنة عمان بنحو 68.5% من إجمالي التدفقات الواردة للدول العربية. توقع تقرير حديث لمؤسسة نايت فرانك الاستشارية العقارية أن تكون الإمارات بين أكثر 9 دول في العالم نشاطاً لرأس المال عبر الحدود في العام الجاري 2019. وقال تقرير نايت فرانك عن رأس المال النشط لعام 2019 إن الولايات المتحدة ولوكسمبورغ وألمانيا وسويسرا والنرويج والإمارات وسنغافورة وتايوان واليابان من المتوقع أن تشهد أكبر نشاط لرأس المال في العام الجاري. We'll be right back.
تقرير نايت فرانك رأس المال النشط أشار إلى أن ارتفاع حجم الثروة والحرية المالية والابتكار وانخفاض العبء الضريبي وانخفاض معدل البطالة جميعها عوامل تسهم في ارتفاع احتمالات حركة ونشاط رأس المال عبر الحدود في الإمارات. متوقعا التقرير أن تلعب الإمارات في منطقة الشرق الأوسط دورا حيويا في حركة رأس المال عبر الحدود في العام الجاري. ذكر موقع International Investment الشبكي البريطاني أن برنامج الإقامة الطويلة الأمد الذي شرعت دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيقه خلال العام الجاري يعكس انفتاحا متزايدا في الدولة. موقع انترناشنال انفستمنت الشبكي البريطاني ذكر أن برنامج الإقامة الطويلة الأمد المطبق في الإمارات يشير إلى رغبة متزايدة من جانب حكومة الإمارات في استقطاب عدد أكبر من أصحاب المواهب والقدرات الخاصة للعيش في الدولة والإسهام في مسيرتها الاقتصادية. الموقع المتخصص في شؤون الاستثمارات الدولية نشر أيضا تقريرا حديثا عن برنامج الإقامة الجديد، وأوضح أنه سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وسيستقطب أبرز النابغين في مجالات العلوم المختلفة وخاصة الطب والهندسة سواء كانوا خريجين أو طلبة. كما أفاد تقرير International Investment بأن 400 مقيم في الدولة قد حصلوا على الإقامة الطويلة الأمد والمعروفة باسم تأشيرة البطاقة الذهبية حتى الآن. أعلنت اللجنة القضائية المشرفة عن الانتخابات أو على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عن انتخاب 15 عضوا شكلوا قوام مجلس الإدارة الجديد في دورته 14، وكان اجتماع الجمعية العمومية للغرفة أمس الأول، حيث انتخب أعضاء مجلس الإدارة للدورة 14 2019-2023 بالاقتراع السري المباشر تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار كمال عبد العزيز سلام وعضوية المستشار عصام عطوة العسيلي والمستشار صابر شحتة. نال الشيخ سعيد سرور سيف الشرقي أعلى الأصوات الانتخابية بواقع 788 صوتا من إجمالي 1130 عضوا حضروا للإدلاء بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة التي تم الإدلاء بها 1109 أصوات مقابل 21 صوتا باطلا حسب محضر العملية الانتخابية. ونال 15 منتسبا للغرفة عضوية مجلس الإدارة من أصل 30 مرشحا بينهم عائشة محمد الجاسم محمد، لتصبح بذلك السيدة الثانية التي تفوز بعضوية مجلس الإدارة منذ تأسيس الغرفة. We'll be right back.
المستشار كمال سلام رئيس اللجنة القضائية أكد أن العملية الانتخابية جرت بشفافية تامة عن طريق الاقتراع السري المباشر ضمن ضوابط قانونية ونظامية محددة، مشيرا إلى أن عملية الانتخابات جرت مباشرة في كل من مقر الغرفة بالفجيرة ومركز دبا للمعارض لأول مرة، وتم نقل العملية الانتخابية من مركز دبا للمعارض عبر البث الحي المباشر لمقر الغرفة. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم. تصدرت التجارة العامة قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصا في الإمارات منذ بداية عام 2019. تلاها تراخيص أنشطة مقاولات مشاريع المباني بأنواعها، وجاء الطلب على تراخيص المطاعم بالمركز الثالث، وذلك وفقا لما يظهره السجل الاقتصادي الوطني الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد. أظهر رصد حركة التراخيص أن عدد التراخيص التي صدرت لممارسة نشاط التجارة العامة وصل إلى 567 رخصة خلال الفترة من يناير وحتى تاريخ 30 من يونيو الماضي، في حين يبلغ عددها لأنشطة مقاولات مشاريع المباني 560 ترخيص، كما شهدت الدولة إصدار 377 ترخيصاً لممارسة نشاط المطاعم. هذا وشملت قائمة الأنشطة العشرة الأكثر ترخيصا كذلك خدمات بيع الملابس العامة التي يبلغ عدد تراخيصها منذ بداية العام الجاري 246 ترخيصا، ثم بيع العطور بالتجزئة بواقع 221 ترخيص. منحت الجمعية الدولية لتبريد المناطق مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي إمباور أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم 3 جوائز، 2 منهما ذهبيتان عن فئة إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها وإجمالي المساحة المتعاقد عليها والمخصصة لخدمات تبريد المناطق عالميا، إضافة إلى جائزة الابتكار الفخرية عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة. جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز الدورة 110 من مؤتمر السنوي للجمعية الدولية لتبريد المناطق 2019، والذي عقد خلال شهر يونيو الماضي في مدينة بيتسبرغ الأمريكية. وتم اختيار إمباور للفوز بجائزتي إجمالي عدد المباني المتعاقد عليها وإجمالي المساحة المتعاقد عليها لمساهمتها الكبيرة في تطوير وتوفير تقنيات تبريد المناطق لعدد كبير من المباني وتوزيع رقعة انتشار هذه التقنية الحديثة ليس فقط في الإمارات بل في العديد من المدن النامية حول العالم.
كما حصدت إمباور جائزة الابتكار الفخرية عن استخدامها نظاما فريدا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الطاقة المهدرة، والذي يعمل على تجنب الاستخدامات الخاطئة لنظام تبريد المناطق، حيث يقوم النظام بشكل آلي بالبحث واكتشاف الطاقة المهدرة من محطات التبريد المركزي والمباني المستفيدة من الخدمة. دعا رئيس القمة العالمية للصناعة والتصنيع كل من معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة ولي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو قادة قطاع الصناعة العالمي من القطاعين العام والخاص والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني ورواد التكنولوجيا والمستثمرين إلى المشاركة في الدورة الثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي تنطلق في 9 يوليو الجاري في مدينة إيكاتيرنبرغ الروسية. وتناقش القمة على مدى 3 أيام أهم القضايا الملحة المرتبطة بقطاع الصناعة العالمي، في وقت تواصل فيه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة إحداث تغييرات كبيرة في كل من القطاع الصناعي وكافة جوانب حياة المجتمعات العالمية. وستجمع القمة كبار خبراء قطاع الصناعة العالمي للمشاركة في أكثر من 40 جلسة نقاش تسلط الضوء على مواضيع هامة مثل استدامة القطاع الصناعي والاقتصاد التدويري والأمن الغذائي والمدن المستقبلية ومستقبل سوق العمل وسياسات القطاع الصناعي ودورها في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة. حصلت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي على المعيار البلاتيني للمؤسسات من المعهد الملكي للمشتريات والإمداد CIPS بريطانيا، وهو أعلى معيار تحصل عليه المؤسسات العالمية التي تعمل في مجال المشتريات والإمداد. أصبحت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي الجهة الوحيدة عالمياً التي انتقلت مباشرة من المستوى القياسي إلى البلاتيني في تصنيف المعهد الملكي للمشتريات والتوريد خلال زمن قياسي استغرق 2 فقط، وعادة ما يستغرق الانتقال من المستوى القياسي إلى البلاتيني فترة تتراوح بين 4 إلى 6 سنوات مروراً بالمستويين الفضي والذهبي.
يعد المعهد الملكي للمشتريات والتوريد أحد أهم المنظمات الرائدة المتخصصة في مجالات إدارة سلسلة المشتريات وعمليات التوريد، والذي يسعى إلى التعريف بأعلى المعايير المهنية والقدرات الفنية وقيم النزاهة في مجال المشتريات بين كافة محترفي المشتريات والموظفين في مجالات المشتريات والتوريد على مستوى العالم. عرضت غرفة تجارة وصناعة دبي المزايا التنافسية لدبي، مستعرضة المشهد الاقتصادي للإمارة، وذلك خلال مشاركتها من خلال مكتبها التمثيلي في أذربيجان في منتدى الصادرات الوطني الخامس في أوكرانيا، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة كييف مؤخراً. المنتدى جمع أكثر من 400 مشارك من 12 دولة، منها ألمانيا وبولندا وكندا وإيطاليا إلى جانب الإمارات، حيث مثل المنتدى فرصة مثالية لغرفة دبي للترويج لدبي وبيئة أعمالها كوجهة استراتيجية للصادرات الأوكرانية إلى أسواق المنطقة. عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي أكد خلال المنتدى أن المشاركة تعزز من قدرة دبي على إبراز مقوماتها التنافسية ضمن منظومة التجارة العالمية، حيث تمتلك الإمارة بنية تحتية متطورة تساعد الصادرات الأوكرانية على الوصول إلى الأسواق المستهدفة. مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي أشار أيضا إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع أوكرانيا تضاعفت خلال الفترة ما بين عام 2016 و 2018 لتبلغ 571 مليون دولار خلال العام الماضي، مشددا على وجود فرص للتعاون بقطاعات الأمن الغذائي والأمن السبراني والخدمات الذكية وتجارة التجزئة والرعاية الطبية والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى العلوم والتعليم. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. شهدت بورصة دبي للذهب والسلع في شهر يونيو ارتفاعا قويا في أحجام تداول العقود الآجلة للذهب، حيث دفعت التوترات الجيوسياسية المستثمرين نحو البحث عن أصول آمنة. كريس ميل الرئيس التنفيذي للبورصة أشار إلى أن عقد الذهب أكد مجددا على مكانته الرائدة كأفضل ملاذ آمن للمستثمرين الذين أقبلوا على تداول المعادن الثمينة في ضوء التوقعات الجديدة بتخفيض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وضعف الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران، مما انعكس بقوة على البورصة.
وقد سجلت العقود الآجلة للذهب أفضل أداء شهري لها منذ نوفمبر 2016، كما سجل هذا المنتج نمواً يومياً في أحجام تداوله بنسبة 507.4% على أساس شهري، وبنسبة 225.5% على أساس سنوي، بالإضافة إلى نمو معدل الاهتمام المفتوح بنسبة 90.7% على أساس شهري. أعلن سوق أبو ظبي للأوراق المالية عن خفض حصة السوق من عمولات التداول بدءا من اليوم، لتكون بذلك من الأقل كلفة مقارنة مع أسواق دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في خطوة تهدف إلى خفض التكلفة على المستثمرين وتعزيز تدفق السيولة وزيادة النشاط الاستثماري في السوق والإمارة. وتعد هذه المبادرة الجديدة خطوة أساسية نحو تحقيق هدف خطة غداً 2021 المتمثلة في إزالة الحواجز التي تحول دون ممارسة الأعمال بسهولة ويسر. وقد تم زرع بذور المبادرة لأول مرة في يونيو 2018 بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن حزمة تحفيز مدتها 3 سنوات بقيمة 50 مليار دولار أو درهم لدعم وتحفيز وتنويع القاعدة الاقتصادية والابتكار، وجعل أبو ظبي مركزا للمال والأعمال وتحسين نوعية الحياة للمقيمين في إمارة أبو ظبي، ومواصلة السير في بناء اقتصاد وطني متنوع مستدام وقائم على المعرفة. عن عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية مع نهاية شهر مايو 2019 هو 8395 مؤسسة استثمارية، منها 6318 مؤسسة أجنبية. شارك المهندس عبد الله المويجعي رئيس غرفة تجارة وصناعة عجمان ورؤساء غرفة الدولة أو غرف الدولة في الملتقى الاقتصادي العربي الألماني 22 الذي ينعقد سنويا في برلين الألمانية. وكانت جمهورية مصر العربية ضيف الشرف لهذا العام، كما تضمن هذا الملتقى العديد من المحاور كمواضيع المدن الذكية وتطوير البنية التحتية للدول وتطوير المنتجات الغذائية، إضافة إلى مواضيع التعليم المستقبلي أو التعليم عن بعد أونلاين نتيجة التوقع لزيادة عدد الطلبة مستقبلا، إضافة إلى العديد من المواضيع المهمة والحيوية لتنشيط وزيادة معدل النمو الاقتصادي.
غرفة تجارة وصناعة عجمان دعت جميع رجال الأعمال سواء في الإمارة أو في الدولة لإقامة علاقات قوية تؤدي إلى تحقيق المصلحة للطرفين الإماراتي والألماني، لتميز ألمانيا بمواصفات ومعايير تؤدي إلى جودة عالية العالية المستوى تحقق من خلالها زيادة الصادرات للدول المختلفة. شهد الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات التدشين الرسمي لغرفة العبادة متعددة الأديان في مبنى مطار أبوظبي الدولي. تأتي هذه المبادرة انطلاقا من دور دائرة تنمية المجتمع كجهة منظمة لدور العبادة في إمارة أبوظبي، وبالتزامن مع عام التسامح. تم تدشين غرفة العبادة متعددة الأديان بالتعاون مع مطارات أبوظبي بالقرب من بوابات الحافلات في المبنى رقم 3. وحضر تدشين الغرفة كل من الدكتور مغير خميس الخيلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وبراين تومسون الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وسلطان المطوع الظاهري مدير قطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، وعدد من القيادات والموظفين. تعكس هذه المبادرة الإنسانية المجتمعية المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة الإمارات باعتبارها وجهة دولية رئيسية يقصدها الملايين سنويا، كما تؤكد الحرص على إعطاء رعاية الديانات الأخرى الحرية في ممارسة شعائرهم، حيث تخدم غرفة العبادة متعددة الأديان غير المسلمين من المسافرين عبر المطار، وكذلك مسافري الترانزيت، إضافة إلى العاملين في المطار من الديانات الأخرى. مشاهدينا، إذن هذا كان كل ما لدينا في حلقتنا لهذه الليلة، نلقاكم غدا في تمام 5. تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.